لكم الناس كديرين لاباس عليكم بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير. اليوم اكيد موضوع جديد، والموضوع كما شفتوا من العنوان كيتعلق بالصحه ديالنا، كيتعلق بمرض الغده الترقيه ونقص فيتامين دي، وبطبيعه الحال كذلك كيتعلق بالجمال ديالنا، حيت هاد الامراض كياثروا لنا على الشكل الخارجي ديالنا. خليكم مع الفيديو، تبعوا من الاول حتى الاخر باش تاخذوا المعلومات الكافيه وباش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع هاد المشاكل هذو. خليكم معايا. دابا غادي نعرفوا شنو هي هاد الغده الدرقيه. الغده الدرقيه هي واحد العضو صغير في الجسم ديالنا كيتواجد في هاد المنطقه هذه، محيط بالقصبة الهوائيه. الشكل ديالو بحال شكل الفراشه اللي طالقه جناحها، يعني جناح على اليمين وجناح على اليسار، جوجهم كيديروا نفس الدور. وكان حنا كنقولوها بالدارجه، يعني كيقولوا لها كواد، بينما هي الكلمه الصحيحه الكواتر بار في الاخر، وباللغه العربيه الغده الدرقيه. هنايا الناس اللي كيلاحظوا بان عندهم مشكل كيبدا عندهم انتفاخ فيها، فكيلتاجوا انهم يحيدوها. وانا ضد الصراحه اي واحد يشوف مشكل يمشي يلتجئ انه يحيد، حيت اي عضو دار من الله سبحانه الا وعنده واحد الدور مهم للجسم ديالنا، يعني تنطريتو نفهمو مناش نبحتو عاد نلتجئ للجراحه. من بعد ما عرفنا شنو هي الغده الدرقيه، دابا غنهضروا على الدور ديالها. الغده الدرقيه كتعتبر بحال واحد المحطه اللي كتولد لنا الطاقه للجسم كامل، يعني الا كان شي خلل فيها فالجسم كيولي فاشل، ما كيبقى عندك حتى شي حاجه، كتولي نفسيتك مكتئبه. يعني كتلاحظوا الفرق كبير ما بين ملي كيكون عندكم خلل فيها وما بين ما فيها حتى شي حاجه. وكذلك عندها تاثير على ضربات القلب ديالنا، وعندها تاثير على الجهاز الهضمي ديالنا، يعني خلل بسيط فيها ممكن ياثر على بزاف ديال الحوايج في الجسم. دابا غادي ندوزو نهضروا على شنو الاعراض ديال الغده الدرقيه او قصور الغده الدرقيه بالضبط. بالنسبه للاعراض ديال الغده الدرقيه كاين بزاف، كاين الا جينا نهضروا على النعاس، تلقاي راسك بانك ما كتنعسيش مزيان، واخا كتنعسي الليل كامل كتفيق الصباح مدققه، اولا كتقدر تنعسي وتفيقي تنعسي وتفيقي، وزائد ملي كتفيقي الصباح كتفيقي مفصله، كتجي تصمي تحط رجليك على الارض كتلقاي راسك مفكوكه، كتلقاي راسك كتصمي ما قادراش تصمي على رجليك. زائد كتبقى تجيك الدوخه، كتبقى تنساي، ما كتبقاش عندك التركيز. زائد كيولي عندك كدغيا كتقلقي، كتولي دغيا كتعصبي، كتولي كيولي الشعر ديالك كيطيح، كيولي الجلده ديال الجسم ديالك اولا البشره ديال الجسم ديالك كتنشف. كذلك الوجه ما كيبقاش فيه اللون، يعني كما كنقولوا كيولي الوجه زرق، الوجه الشاحب، الفم بيض. وكذلك كيوقع واحد الانتفاخ على يعني في المنطقه ديال الغده الدرقيه، كتبقاو تلاحظوا بان كتنتفخ، هي ما كتنتفخش بزاف، كتنتفخ شويه بشويه. اش غنقول لكم شنو اخر؟ بالنسبه للصوت كيتغير، كيولي الصوت كيتبح، اولا الا كنتي سكتي مده طويله وغتجي تهضري ما غيخرج لك الصوت الطبيعي. هادو بزاف هادو المشاكل كيبينوا، اولا هاد الشيء كله كيبين بان عندك مشكل في الغده الدرقيه، خصك ضروري تمشي للطبيب وتقلبي وتشوفي شنو المشكل. زائد كما قلت لكم داك الارهاق، غير داك الارهاق بانك كتنعسي وكتاكلي ومع ذلك كتحسي بان الجسم ديالك ما فيهش الطاقه نهائيا، ما قدرت ديري شي حاجه، فهنايا ضروري خصك تمشي للطبيب وتبحثي وتسولي. دابا غنهضر لكم على نقص فيتامين دي، وباش غتشوفوا نتوما براسكم التشابه ما بين الاعراض ديال الغده الدرقيه وديال الفيتامين دي او نقص الفيتامين دي. فيتامين دي حتى هو عنده دور كبير للجسم ديالنا، كينظم لينا الجسم كامل. مؤخرا الابحاث اللي دارت لقاو بان اي مشكل صحي عنده علاقه بفيتامين دي، يعني النقص ديال هذا الفيتامين هذا كيسبب خلل كبير في الجسم، كيسبب لنا الامراض المناعيه. الله يحفظنا ويحفظكم، بحال سرطانات الله يستر. الناس اللي عندهم الولاسس في العنق ديالهم اولا في الصدر ديالهم اولا اي منطقه في الجسم، سيروا ديروا التحليلات ديال الفيتامين دي باش تشوفوا واش المشكل من نقص الفيتامين دي او لا. شنو العلاقه ما بين الفيتامين دي والغده الدرقيه؟ غنشوفوا بعد الاعراض ديال نقص الفيتامين دي باش تفهموني مزيان. الاعراض ديال نقص الفيتامين دي، الا جينا نهضروا على النعاس، بعد ما كتنعسوش مزيان كتفيقي مدقدقه، عظامكم مفصلين، العصبيه، التقلقه، كتلاحظي باللي البشره ديالك كتولي ناشفه بزاف، الوجه ديالك كيزرق، الشعر ديالك كيطيح، كتولي كتبغي تنعزلي على الناس، كتولي الضوء كيضرك في عينيك، ما كتستحميش الاشعه وقا ديال التلفاز ديال التليفون ما كتستحمليهمش، كتولي تبغي الظلام، كتولي يعني بحال كيجيك اكتئاب.
هاد الشيء كله الا جيتو تشوفوا غتلقاو نفس الاعراض ديال الغده الدرقيه. دابا غادي نعرفوا شنو العلاقه ما بين نقص فيتامين دي ومرض الغده الدرقيه. فكما قلنا قبيله بلي نقص فيتامين دي او لا فيتامين دي عنده علاقه بالامراض المنائيه، والغده الدرقيه كتعتبر من الامراض المنائيه. فشنو كيوقع اذا كان نقص في الفيتامين دي؟ فهو كيخلي الغده ما تفرش لينا الهرمون الثيروكسين بالكميه اللي كيحتاجها الجسم، فبالتالي كتؤدي الخمول الغده الدرقيه، وبالتالي كيوقع واحد التورم وواحد انتفاخ على المستوى ديالها. هذا الشيء اللي كيبان لينا واللي كيخلينا ننتبهوا بان عندنا واحد المشكل، حيت نقص فيتامين دي هو من الامراض الصامته اللي ما كنعرفوهاش وكنتعايشوا معاه. كيجي من الله احنا الجسم ديالنا فاشل، احنا ما قادرينش، احنا نفسيتنا ولا ما عرف شنو، ما كنوضوش نقلبوا مناش داك الضعف او داك الفشل اللي عندنا، حتى كيبان لينا انتفاخ في الغده الدرقيه عاد كنوضوا اذا كاين مشكل، كنوضوا كنجديو كنقلبوا كنلقاو بان عندنا مشكل ديال الغده الدرقيه. اشنو هاد المشكل؟ عندنا خمول في الغده الدرقيه. كنبقاو متبعين هاد الطبيب ديال الغدد، وللاسف كاين بعض الاطباء اللي ما كيعطيوكش التحليله ديال فيتامين دي، صافي كيلقاو بان عندك خمول، كيعطيوك الهرمون كتاخديه على حساب انت شنو عندك، على حساب النقص اللي عندك كتبداي تاخديه. ولكن هنا اللي الى الطبيب ديالكم ما عطاكمش التحليله ديال فيتامين دي، طلبوها نتوما هكا باش كتعرفوا واش كاين هذا المشكل اولا لا. الى بالخصوص الا كنتو كتعانيو من الاعراض اللي ذكرت لكم، ماشي غتنوضوا تطلبوا التحليله، يعني كنتو حاسين بالفشل، حاسين بالاعراض اللي قلت لكم قبيله كامله، يعني هنا كنطلبوا التحليل ديال فيتامين دي، حيت غالبا كيكون المشكل ديال نقص هذا الفيتامين هذا. وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم هشاشه العظام، راه كذلك يرجع المشكل نقص فيتامين دي، حيت فيتامين دي هو مسؤول على امتصاص الكالسيوم. يعني الا كنتو واخا تسهيو وتستهلكوا في المواد اللي فيها الكالسيوم، الا ما كانش فيتامين دي مناسب بقياس ديالو مناسب في الجسم ديالكم، فراكم كتكبوا الماء في الرمله. هادشي علاش كنقول لكم دائما قلبوا على السبب وما تسرعوش، حيت كنعرف بزاف ديال الناس اللي حيدوا الغده الدرقيه وهي ماشي هي المشكل الرئيسي، لانه المشكل الاساسي هو نقص فيتامين دي. هنا غتقولوا لي كوثر حنا درنا التحليله ديال فيتامين دي لقينا بصح بلي عندنا ناقص، وبلي المشكل ديال الغده الدرقيه راه ماشي من الغده الدرقيه براسها، راه جاينا فيتامين دي وحنا مخلوعين حيت الغده ديجا تنفخات. والطبيبه ديالي اولا الطبيب ديالي عطاني ندير تشريح دقيق، ناخذ عينه من هاد الغده وندير تشريح باش الا كان فيها شي حاجه الله يستر خايبه ولا هادي. هنا غنقول لكم ما تخافوش، الا خفتوا فانتوما كتكفتوا غير على راسكم، يعني داك المرض كيزيد اكثر من كتعطوا اكثر من الحجم ديالو، فهو كياثر على الجسم ديالكم اكثر من اللي خاصو ياثر. هنا غنتصرف بعقلانيه، عندي نقص فيتامين دي غنشوف النسبه شحال ناقص، الا كان غير شي شويه فانا غنعاون بالتغذيه ديالي، نقادها، نستهلك الاسماك بزاف، نستهلك بخصوص السردين، ناكل الكبده، ناكل اي حاجه، نقلب غير في جوجل قال اي حاجه فيها فيتامين دي ندخلها في النظام الغذائي ديالي والامور غادي تقل. اما اذا كان نقص كثير فهنا كنمشيو كناخذ مكملات غذائيه، كناخذ فيتامين دي. انا نخليكم الصوره ديال احسن فيتامين دي اللي جربته انا هنايا. علاش؟ حيت كتستعملوه مره في 15 يوم، يعني على مده شهر ونص، كل 15 يوم كتاخذوا واحد الكبسوله. هذه كتجيني صراحه طريقه سهله بالنسبه للمعجزات اللي ما كيبغوش كل نهار. هو اما الفيتامين دي راه كيتباع قريعات، كل نهار كتاخذوا واحد 5 نقيطات ولا هذه على حسب الكميه اللي كينصحكم بها الصيدلي او الطبيبه ديالكم. فانا كنفضل ان داك الكبسولات حيت كتستعملوهم مره في 12 يوم، يعني ما كتنساوش الجرعه ديال شي نهار وكتوقع لكم داك الخلل. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لكم بخصوص هذا الموضوع، وكنتمنى ربي يشافينا ويشافيكم من كل حاجه خايبه. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون الفيديو مفيد، تكونوا فهمتوا النقاط اللي هضرت لكم عليهم، يعني وما تسرعوش. انا دائما كنقول لكم ان فوا تلقاو شي مرض فيكم ما تسرعوش وتلتجوا، حيت كاين اللي كيسمع بلي عنده الاخر الغده الدرقيه تنفخات واحد 5 سنتيم ولا 6 سنتيم، كتمشي بطبيعه الحال الطب بغا يلقى فيها واحد 5 ولا 6 يقول لكم الاحسن تحيدها، حيت كيبقى واحد ديرونجمون، ما كتصدش الراس ديالك مرتاحه اولا الهضره ديالك ما كتبقاش مرتاحه، حتى النعاسه ديالك كتعذبي فيها، وكذلك حتى الشكل ما كيبقاش زوين، يعني كتبقى لك واحد الحاجه منفوخه في عمقك كتبقى مديرونجيك. هنا كيقول لك الطبيب الاحسن تحيدها لجراحه حسيك، ولكن الا فهمنا المشكل من اساسه
غادي نعالجو، غنعوضو داك النقص ديال فيتامين دي، وغادي الغده الدرقيه داك النتيفاخ اللي كان فيها ما غاديش يبقى، ترجع كما كانت كتفرز الهرمون كميه كافيه للجسم، ويرجع لينا النشاط، وترجع لينا الحيويه، والشعر ديالنا يسقاد، الوجه ديالنا حتى هو يبان فيه النور. يعني سبحان الله العظيم، غير خلل بسيط في الجسم فهو كيدي بزاف ديال التغييرات، وما خصناش نتغافلوا على اي تغيير كيوقع عندنا في الجسم ديالنا، سواء دوخه، سواء يعني شنو نقول لكم، السخفه، النعاس كيتخربق، خصنا ضروري، اولا تقلصات في العضلات ديال الرجلين ولا ديال اليدين، ديما نقلبوا على المشكل فين كاين، وديما نقراو، ديما نبحثوا. دابا القضيه نقول لكم تهلاو في راسكم، وانطلقوا مع فيديو جديد ان شاء الله، واكيد غيكون موضوع جديد باذن الله. في امان الله.